لكل الأهلوية في كل مكان. لسه بنكمل احتفالاتنا وبنشوف ازاي الناس بتحتفل على السوشيال ميديا. عيش بالروح والعين والقلب، غني وشجع نادي الشعب. ده العنوان العريض اللي نقدر من خلاله نقول انه السوشيال ميديا كانت بتحتفل بالشكل ده طبعا بعد فوز نادي القرن النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا وتتويجه طبعا بالنجمه التاسعه ووصوله لكاس العالم للانديه للمره السادسه في تاريخه. حقيقي انجاز لازم نقف قدامه ونتكلم عنه، لان ده النادي الاهلي نادي القيم والمبادئ والوطنيه وجمهوره العظيم اللي غنى وهتف وقال ايه يا جماعه، عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره يفرحني. فعلا الاهلي هو صانع السعاده ومن حق كل جمهوره والملايين ان هم يعشقوه ويفرحوا ويحبوه. الفين مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه على النجمه التاسعه وانجاز يخليه ملك افريقيا في القرن الواحد والعشرين.